سعيا منهم لإحياء الخشبة بعد عامين كاملين من الغياب بسبب جائحة كورونا، شاركت العديد من الوجوه الفنية في اختتام فعاليات عروض The Tin Man Show بقاعة ابن زيدون. بون الحمد لله سايتي بيان باسي، البيبليك كان مليح بزاف اللي عاوني، نحس في روحي باللي تمتعت مع البيبليك. شرف لينا اللي تلاقينا، هذا هو المكان اللي نتلاقاو فيه احنا لي زارتيست في لاسان ولي سبيكتاكل. ليفينمون هذا تان مان شو، هذه هي اللي لحقنا الاختتام ديالو. سي فريمون دوماج باسكو مازال حابين نزيدو. وكشفت شركة أوريدو الراعي الرسمي للتظاهرة عن تنظيم عروض مماثلة لبعد شهر رمضان. جاز تري بيان، الاجواء كانوا هايلين في لاصال ابن زيدون، لي زارتيست اون ايتي مانيفيك كاع، كو سو سوا لي كوميديان ولا لو فونتريلوغ ولا تو الموند ايتي بارفي. وتبقى مثل هذه السهرات الرمضانية متنفسا للعائلات الجزائرية ولعشاق الفن الرابع.